هذا واختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أعمال الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ترأس أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وقد صدر بيان ختامي عن القمة جاء فيه: أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 من يوليو لعام 2022 وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما رحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بتاريخ 9 من ديسمبر لعام 2022. فيما أشاد المجلس الأعلى بنتائج ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي عقد مطلع شهر نوفمبر من عام 2022 برعاية جلالة ملك البلاد المعظم أثناء زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مملكة البحرين. ورحب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة السعودية ومصر في 7 من نوفمبر لعام 2022. وأشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كوب 28 عام 2023 كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. كما نوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات في المملكة، مشيدا المجلس الأعلى بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. وأشاد بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، مؤكدا دعمه لقرارات مجموعة أوبك الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط. واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر لعام 2015. كما اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 32 حول مقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، مستعرضا تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه أيضا بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي، فيما وجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس. وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي أمن الخليج العربي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في يناير 2022، كما أشاد بنجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3 الذي اختتمت أعماله في 10 من نوفمبر لعام 2022 ضمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب. وجدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.